طيب فضل الشيخ، إذا ترك المسلم ترك الصيام مع علمه أنه واجب عليه تركه، إما تكاسلا أو تهاونا؟ لا، هو أهل العلم يذكرون بأن ترك الصيام على سبيل الجحود والنكران كفر مخرج من ملة الإسلام. فلو أن شخصا أنكر وجوب الصيام وقال الصوم غير واجب، وفهم الحكم الشرعي من خلال إقامة الحجة عليه، فهذا كافر كفرا، وهذا الكفر اعتقادي، بمعنى أنه ناقل عن الملة، ويحكم عليه بالكفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. فالله تعالى يأمر بالصيام وهو يقول الصوم غير واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصيام وهو يقول الصوم غير واجب، والإجماع منعقد ومعلوم بأن مكذب الإجماع كافر، مخالف الإجماع قصدا عالما بأن هذا إجماع، فهذا كافر والعياذ بالله، كفرا مخرجا من الملة. أما إذا ترك الصوم تكاسلا وتهاونا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من يرى بأنه إذا أجمع على تركه، بمعنى أنه لا يصوم مطلقا بحيث أنه عقد العزم على عدم الصيام على الإطلاق، فهذا على خطر. من العلماء من يرى أنه والعياذ بالله كافر كفرا مخرجا من الملة. ولكن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه مرتكب لعظيمة من عظائم الذنوب، ولكبيرة من كبائر الآثام، فوضعه في خطر وأمره على خطر. لذلك جاءت النصوص الكثيرة التي تبين خطورة عدم الصيام أو التساهل في هذا الباب العظيم. الراجح بأنه لا يكفر الكفر الذي يخرجه عن الملة، ولكنه واقع في أعظم الذنوب وأكبر الآثام، وهو فطره في نهار رمضان متعمدا تاركا لهذا الركن، هادما لهذا الركن الذي هو من أركان الإسلام ومبانيه.